دكتور عبد الله بن احمد الخليفه، رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيه والبحثيه، اهلا بك. اهلا وسهلا. في هذه اللحظة اللي بيقوم المركز باستشراف المستقبل، ولحظة فارقة بين ما كان وبين ما سيكون في التعامل مع قطر كدولة مخيفة في المنطقة، دولة مرعبة في المنطقة بتخرب الأمن القومي العربي، كيفية المواجهة من خلال آليات جديدة وأفكار جديدة بشخوص جديدة لاستشراف المستقبل، كيف يشهد هذا المركز هذه الندوة وكيف يتواصل مع باقي المراكز لوضع أجندة عملية لمواجهة قطر؟ مع استمرار قطر في هذه السياسات التدخلية في شؤون الدول وتقويض أمنها واستقرارها والدعوة لإسقاط المؤسسات الوطنية وإيواء الإرهابيين وتمويلهم ودعمهم وبثها لخطاب الكراهية وخلافه، كان ضروريا علينا نحن في مراكز الدراسات البحثية في عقد هذه الندوات والمنتديات والجلسات بحضور متخصصين وخبراء في الشؤون السياسية والاستراتيجية. مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة دراسات دشنا المنتدى السنوي بعنوان منتدى الدراسات، واختار عنوان قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط لما يمثله لهذا العنوان من واقع نعيشه في الوطن العربي من خلال التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للدول، وببساطة إثارة الفوضى فيها، تقويض الأمن، الدعوة لإسقاط المؤسسات الوطنية ودعم وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات فيها. من خلال هذا المنتدى نسعى من خلال ثلاث جلسات متخصصة لاستعراض في جلسة أولى التدخلات القطرية في الشأن البحريني، وجلسة ثانية خصصناها لاستعراض نماذج لبعض الدول العربية الشقيقة وما عانوا منه من تدخلات قطرية أثارت الفوضى في دولهم، قوضت الأمن ووفرت ملاذا آمنا للإرهابيين المتطرفين. لدينا ممثلين من دول عدة، منها ممثلين من اليمن، من تونس، من ليبيا، من مصر وغيرها من الدول، كل سيستعرض تجربة بلده في هذا الخصوص. وخصصنا جلسة أخيرة لاستعراض سيناريوهات مستقبلية لاستمرار السياسة القطرية العدائية تجاه الدول العربية. دكتور عبد الله، ربما من النقاط المهمة كيفية تشبيك المراكز البحثية، هذا المركز بهذا الشكل اللي أنا شايفه ومتابعه النهاردة، أعتقد أنه مطلوب منه تشبيك مع باقي المراكز العربية حتى يكون هناك موقف عربي بحثي موحد لمواجهة قطر. لا شك أن تعاون المراكز الدراسات البحثية والدراسات الاستراتيجية أمر في غاية الأهمية، لأنه رافد أساسي لصنع السياسات. الشبكات الأقليمية والدولية في هذا الشأن في غاية الأهمية، ولذلك نحن نعقد هذه المنتديات، نوجه الدعوات ونتيح الفرصة لمراكز الدراسات المعتدلة والصديقة للمساهمة معنا في رسم هذه السياسات ودعم صناعة القرارات فيما يتعلق بالحفاظ على أمننا القومي العربي. دكتور عبد الله، أنا شايف إنه الجيل الجديد من الشباب ربما بدأ يفهم الصورة بشكل مختلف وبشكل مواجهة حقيقية، بعيداً عن السياسة، مش عايز أقول الرخوة وإنما السياسة الدبلوماسية للآباء والأجداد بالنسبة لنا كلنا في المنطقة العربية. هل هذا يمثل تغيير جذري في تفكير الشباب في مواجهة القضايا سواء قطر أو تركيا أو إيران أو هذه التهديدات الاستراتيجية الموجودة تاريخياً وكان مسكوت عنها؟ فيما يتعلق بتمكين الشباب أستطيع أن أتحدث على مملكة البحرين. نحن في البحرين حبان الله بقيادة حكيمة، جاءت الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، مكن الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا جليا من خلال تبوع عدد من الشباب في البحرين مناصب قيادية، من خلال وجودهم مع القيادات في الدولة للمضي على نفس النهج المعتدل الذي تبناه قادة وحكام البحرين منذ عام 1762، منذ بناء قطر
الحديثة آنذاك منذ الجد محمد بن خليفة آنذاك إلى الجد أحمد الفاتح مع افتتاح البحرين حتى عهد الملك حمد بن عيسى الخليفة. هذا نهج تربينا عليه ونحن في مملكة البحرين نعتز بهذا الشأن ونعمل ونرى ذلك في عدد من الدول الشقيقة في مصر الشقيقة. نرى وجود الشباب أيضا نعمل معهم، نتم على التواصل مستمر، نتبادل الخبرات، نتبادل الآراء، وهذا أعتقد أمر في غاية الأهمية. مركز البحرين للدراسات بهذه الباكورة وهذا العمل ربما يكون من المراكز الرصينة في المنطقة العربية، بيبحث الآن في التهديدات، ماذا عن التحديات المستقبلية؟ كيف ينظر هذا المركز للمستقبل؟ يعني لا نواجه فقط التهديدات وإنما نبحث عن التحديات والصعود للمنطقة العربية وبناء أمن قومي عربي. مخططات المركز في هذا الإطار لابد أن يكون العمل تكاملي. لا نستطيع نحن في مركز البحرين دراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أن نعمل بمعزل على محيطنا العربي، لابد من العمل التكاملي، لابد من التواصل، لابد من عقد الجلسات المتخصصة، ورش العمل، المنتديات، من إعداد البحوث المشتركة، وهذه جميعها مبادرات نحن نفعلها في مركز الدراسات، ونفتح أيدينا وأبوابنا لكل من يريد أن يتعاون في الحفاظ على أمننا القومي العربي وفي الاطلاع وفهم ما يجري ويدور في منطقتنا الخليجية والعربية. دكتور عبد الله شرفتني، شكرا جزيلا.